معليش ليه؟ السلام الناس الكل ومرحبا بكم في حلقة جديدة كما سنسنيكم اكسبيريونس جديدة ودبارة جديدة. واليوم سيختو عنا لكم سوربريز اتنشوفوها من بعد. احنا توا كما تشوفوا في سيدي في نخل مش ظاهر برشا محل نخل اللي احنا فيه، اما توا باش نمشيو للشيف منتصر عنا لكم دبارة هيلة هو والشيف غاستون. هيا معايا شيف منتصر. عسلامة. هاي ايش عندنا اليوم؟ اليوم عندنا كريب، عندنا كريم بوتاج او بولي، وعندنا بولي سوتي شاسور اللي هو اليوم لونتخي بدلت لنا هكا حتى في رمضان باش نبدلوا شويه من الشوربه والبريك. هكا اليوم لونتخي نتاعنا بيك باش نعملوهم كيفاش قلت لي؟ دي بروشيت باش نعملوهم سكري ولا سالي؟ نو سالي. راو احنا نجمو نحليو بالسكري، راو نجمو ندخلو بالسكري ومن بعد نبدلو سالي. ما فماش قانون معناتها قلنا نبداو بالسكري. ماش قانون. سوف كو احنا باش نعملو 3 سورت دو كريب. اوكي باش نعملو اون بروشيت باش نخرجو من الكوتيديان تاع الكريب المسنسين بيه تاع العاده. باهي، وباش نعملو كريم بوتاج، كريم دو بوم دو تيغ او بولي. باهي، هاي ننطلقو مال. باش تحب نبداو؟ نبداو بالكريب، نظولي سهله الكريب. هي جوستك الفازك اللي تعمل هكا وتقلبها اللي هي صعيبه شويه. ما باش نعطيك تقلبها انت مالا اليوم. ناخذ البول نتاعنا، مانيش باش نعمل كونتيتي كبيره، جوست شويه بركه. باش نبدا بكعب عظم. ابو بخي نص سيتر حليب ولا اقل شويه. شوية ريح.
هلا ده تسمى نص إيترا بكخير؟ أقل شوي من نص إيترا. هلا نأخذ خوي أنت أنا وسيم نقالك حسابك بالكريب جدا ولا؟ كما العادة؟ هو إحنا علاش نعملوا 3 بيرسون انا وياك والشيف غاستون كاو كان ديما نقسم انا وسيم نورمالمون كان عاطي ربي نعملوا 4 بيرسون شيف غاستون سبيسيال كل واحد ياكل مكتب له سي وسيم ولا نوك تزيد خفيفه تحب ما تحطش مونش بليغاتوار اما انا نحبها باش تجيني كيما نقولوا مبسه ما نحطوش فيها زبده الزبده هذيك باش نطيبوها بالزبده هاي معاومة ونبدأ نزيدوا الفرينة بشوية بشوية حتى نقل كل ليزون اللي احنا حاشنا به ممكن نحطوها الفرينة من الأول شنو يصير؟ العظام يشرب الفرينة وتعمل لنا كيما اللي قريمي عرفتها واحنا هذيك ما نحبوهاش احنا نحبوا الكريب نتاعنا تجينا ليس ولاني باش نصفيها مصفيها لاني باش نعمل حتى شيء وتشوفها كيفاش لا باتور لا حتى شيء فوي سامبل أما كتب لها كونتيتي صغيرة زيد شيف متخيل من غير فوي وتستسهل مش تعمل نص سيدرة ولا 10 إدريات كيف كيف هو سا كومونس أبخوندر فورم ديجا شفتها كيفاش؟ أنا شيف نعاونك ونجبدك لوحدك أنت اللي باش تطيبها وباش تقلب القلايب إن شاء الله ما تطير تجي على وجهك برك لا لا عجبتني زيد حتى لونها محلى شويه زبده طيب غير تعلمت تشعل الغاز تشعل واحد من غير ما نعرف هكا تو انا ما قلت لك انا ان فوا نشعل الغاز راهو نسمي المكله باسمي نزيدها شويه فرينه خاطر حسيتها مرخوفه كيف هلا سخنا ناكل القلايه تطلع مش هذا الغاز شعل في الاخر مانيش غالطه هذا ولا اي هذاك شفت ليديا شفت كونسيستانس بتاعها كيفاش لا هي جاريه لا هي خاطره وهكا حتى كعبوره ما فيها شفتها قداش نحطوا زبده جوست فوله زبده باش ما تشلناش في القلايه قداش عندك نعاونك في الفول ملا نمد لك الزبده ليديا نحضر لك اللوش انت شايفه اليوم هكا هكا يسي ولا تخيل حد حتى اقل حتى اقل اقل شويه سيبو 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 اللي عملت مبروك نحيي الفرينة تمام سي بون توا في دارنا مش ولي شقان فطر فطور سحور كل كريب كهو انا اونتخ تون باش نبدا نحضر ونحط نكمل حط ولا كم حط كريب باهي تكلي مزروب جوست تسخن القلايه شويه طيب لك باهي انا شايف باش نعمل تويك باش نحضر الخضره اللي باش نديماريو بها السويت تاعنا باش نحضر البينار الغارنيتور نتاع الكريب وباقي الغارنيتور الاخرين برسك حاضرين عندنا ساهلين ماهلين ما فيهم حتى شيء جوست نحضروا طرف سبناخ خاطر باش نعملوا كريب بالسبناخ والقوطة باش نعملوا كريب بالتن والهريسة والكبار باش نعملوا كريب بالجامبون والجبن وبالتباع جبن مريح أنا مش قصر البصل مرة واحدة خاطر فرد المرة مرة واحدة الريح موش خلينا نقشوه على السلطة
فسير القشور نتاع البصل هما طايرين ولا طايره معاهم؟ كمل البصل هذي ماكلي ايه؟ انا من عشاق البصل ورا هو يبان ان الحق اما فما برشا عباد ما يضر لهم قوي برشا عندك هو والسوق انت خير اللي يحب البصل يحب السوق هو جينيرالمون البصل يجي في بريسك في الماكلات الكل ويقول لك طنجره بلا بصل مره مهبوله بلا شعقل صاف كو الثوم انت واللي يجو كما قلت وفما الماكلات تجيب الثوم وفما الماكلات ما تجيبش يجي قل انا حتى هذايا تسخن جوست شريسولي شويه هذي نتخيل سخنت كان هكا نلانسي الكليب ولا هي تزيد شويه سينو كي نحطها هي بارده تلسكن شعلت هذا شنو باش نحطو فيها؟ البصل شريسولي فيه ليبينار نتاعنا انا الدجاج حاضر معايا نظيف مغسول امور واضحه باش نذوبو شويه نحسوها طريف باش بيسا بيسا يدو لا غادي باش ما يطيروش الريح باهي طيب قلت لي باش نقصوا ليبينار باش نحطوها مع شويه زيت وزبده شويه زبده كاو من غير زيت شكون اللي ديما ليبينار بالحق هو يسايب الماء نتاعو شويه زيت زيتونه شويه زبده قلت لي شويه بصل بصل شويه يا مانت تفيحه هذه وحده تجي سلايطه بنينه شويه انا نتشهد توا قريب شقان الفطر تبدا الامور الكل داخله بعضها شويه زيت زيتون كل شيء داخله بخاطر ما زويش اي تشيش زيت زيتون ما فيها بس شويه ملح فلفل اكثر اقول لك حاجه قل انا نعشق السبيخ كيف بدي اسوي على الثوب راهو فيه بنه غير عاديه سيرتو كي يبدا على كريم تحب تزيدو كريم فريش ليكيد تحب تزيدو شويه بشاميل تبدا زادا كيف ليجير خفيفه ياسر فين فين هو ما يجيش مع الشامبينيون نجم تزيدو معاه اللي تحب خير زادا حتى مع الشامبينيون ماناش معناتها مربوطين ما فماش قواعد احسن حاجه في الكوجينه اللي هي ما فماش قواعد حتى اللي كيفي انا اللي ما فهموش في الماكله وكل يحبوا يكشكشوا حط هذا مع هذا مع هذا تنجم ساعات تخطف وتخرج حاجه بنينه مش ديما اما ساعات تخرج حاجه بنينه اكلي مش بالعاني عرفتها مش بالعاني هذه هي لا كريمي لا صافيني لا عملنا لها وانا جي فيه اكسبري جوست باش نخلي البات نتاع الكريب ترتاح شويه سينو كي باش نطيبوها تتقطع نفسها لازم نعطيوها طون دو روبو اوكي باش تجينا بات طياره على الاخر طيبنا انت ولا طيب لانسيان اتون لانسيان يا وسيم مستنيني كين عملتها بالكدي صورني كين ما عملتهاش بالكدي نعاودوها ما تفضحنيش يا وسيم راه حاول باش ما تحلش باللوش خذ البويل ودور هكا بيدك خليها تطرح حتى تعمليها شي بيس شوي استنى يا وسيم نشتاو صافا كين خطفت بيه عدي كين غمست لك وسيم عارف ليه ما جاتش بيه صحيح هاي خليها كيف تعرف به انا طبعا مش كامل نقص البصل شيف انت مغروم برشا بالبصل الحق الباز نتاع البلان تاعنا اليوم والله حسيتك مغروم برشا بالبصل وبصل الباز نتاعو شامبينيون وبصل وذاك راني معناتها خذيت بخاطرك نقصت هو ماذا بيا كان حطيت اكثر انا راه
في سباتيول ولا مغرفة ولا حاجة باش نجم تقلب بها ورقة الكريب. حاضر. أنا جوست الريحة قلقنا. تعرف كيما الفازة هذيك نتاع الكريب سكروا البرنامج. لا خطيرة جدا. ماذا بيك ما تعملهاش المرة هذي. لا مغرفة فرقيتة تصرف ما تحيرش. هذي ليه؟ يسيل شيء؟ أهي وهذيك اللي يلزم هي مش هذي ليه؟ استني عاد شد شوي ما خاطر برشا ريحة هذاك علاش؟ باش نفاجئكم آخر رمضان والله لا مش باش نفاجئكم جملة كل انا بفاجئك بها الوجبه هذه تشوف مسهله ومحلاها وما بن كومبينيسيون ناخذ الدجاجه نتاعنا بيان سيغ مانيش باش نطيبها الكل علاش خاطر 16 16 جوست انا وانت وغاستون وسيم سي وسيم مش عاجبك عشيوه معانا تو نقراو الحساب واي اون فا فيغ بور 4 بيرسون اليوم ها نحيل السلسول بتاعها زيت الكريب انا نجرب محاوله اخيره اني نقلب الكريب يا وسيم بشوي ريت الفازة ولا خطفتها ولا ما خطفتهاش مش حالكم كريبريخ العامرة ريت الفازة ولا ما ريتهاش سيزون دو شيف يقول نعمل في مكان الفازة اللي هك ولا نجرب لا لا محاولة فاشلة محاولة فاشلة محاولة فاشلة سايب علينا خلينا بالكريب هكا فرحانة بيها ديجا كيفاش طلعت لا غاية باش نبعدو أنا باش نحاول نقلب الكريب يا وسيم كان جات باهية تصورها كان ما جاتش باهية ما تصورهاش السيزون جي يا وسيم نوع داك اللي انا نعمل كيف حاجه هذيك نتاع الكريب اما السيزون جي نتاع الشيف يدور هوب بلاش توا دخلنا في الكريب الثانية راهو فاهمين اش معناتها ولا معناتها اللي في دارنا فطور وعشي وسحور لا ما فماش فطور عاد في رمضان ريت دخلتني بعضي يا حلموا بها توا الكريب نتاعي قال لي هاكا باش ما تحلهاش باللوش تحلها هكا سي وليت بروفيسيونيل عم جاي نحلكم كريبري هلا خليها تشيب شويه وهذه السبناخ او كسايب الماء نتاعو ريتها سيبون سل سيبون كل السبناخ سايب الماء نتاعو لانسيت الكريب الثانيه اللي قلك وكها صحه ما عادش خاف عليك سي وقت خليك تكمل انت الكريب ونكمل انا السويت نتاعي انا الكريب هاي كم ريقلة عطيني حتى كيفاش الغارنيشور نتاع الكريب وتنعملها انا البينار وقت اللي يطيب يكمل فهمتني باش نعملو الكريب بالبينار والكوتا وباش نعملو بالتون ما لا عطيني الكوتا نتاع مريح حتى نعمل انا اول كريب هذا نبدا به وعندك جبن نتاع مريح زاد عطيني
كملي كعبلة الكريب ساعة. ايه مو بعد تعناتك به فاضي. يلا مش نكمل البلان تاعي بتاع البوليس. كمل على روحك انا خليني انا والكريب تو. ايه فرقوا البصل. ايه غموا به الدجاج بتاعنا الكل. وهذا باش يدخل هذا باش يدخل في الفورة. بيان سور باش يدخل في الفورة، هذا الكويسون تاعو يكمل في الفور. هذا كله باش يذوب ماهوش باش يقعد البصل. باش نحطوه في شوية ماء شوية زيت شنو ولا نخليوه هكاكا؟ هاك باش تشوف. باش يشوف تاب باري تاب. إيه. ولي ما تخلقش المراحل. المراحل. شوية زبدة. هذا كمان منها نحيوها. زيت شوية زبدة. حاجة عجيبة وغريبة أونفا لاسانجي بشوية فارينة. أباي؟ إي. هذه علاش باش تعمل لنا ليزون مع البصل. باش تجينا صوص خاطرة. إي. هذه الصوص نتاعك مالا. هذه الفارينة في شوية بصل نحطوا معاها التيزيت تاعنا ونقصوهم وشوية زبدة. فلفل أكحل. ملح وفلفل أكحل. إي. خلطوا. ابو فرينا كل تعبت بوته ما كناش زيد نجمو نطيبوا الزبده قبل ما نحطوها ولا نجمو نعملوها. اما هذيك ديبار نتاع الصوص بشاميل واحنا مانيش باش نعملوا صوص بشاميل. هو على كريم دو شامبينيو معناتها عباره باش نعملوا كريمه احنا دايوغ فيها الكريم فريش. اوكي باش نمرقها بشويه حليب. عبارة على كويس كويس حليب صغير كيكا شتر كيس شتر كيس أقل حتى من كيس. أوكي شوية مي نمتاح كامل. لازم نجرب هالرسيت. لازمك تجرب مش تجربها كيف تعشيها الليل. ما هو لي عاد مش كما نتعشيها كما أنا نجربها. كم شوية شامبينيون شخشخة هي ظاهرة هكا وفوقها فخوماج هكاكا قلت لي أكيد هذه هي مش بالحق مش أي فخوماج زادة باش نستعملوا فخوماج مريح. هذه هي بالحق نودكم ولا نشهيكم. أخويا بس هذه شنو شيف؟ كريم فريش. كريم فريش كريم فريش ليكيدا. هو نتخيل حتى اللي مش كريم فريش ليكيد كان يا ماهيش ليكيد نجمو نركضوها بالقديمة انت وتجيبيها ولا الصوص لي زانغريديون هذوما الكل دو بريفيرونس تحطهم بالليزيتاب كيما اللي عملتهم انا تو. اوكي باش ناخذ تويكا بابي الومنيوم باش نغطيها ونحطها طيب في الفور ما تحمرش خاطر هذا على باز تاعها كيما قلت لك هي كريم عبارة صوص معناتها بولي على كريم. الفرينة باش تعملو ميزون باش ما تجيناش معناتها الصوص نتاعو جارية برشا. حابش يتحلو بيه اليوم. هو مع شوية ريح راهو صعيب باش لازم نتأقلم مع الظروف. نشارك أحلى لي من يوم. أي. أما هذاك هو هذاك هو الشيف يدور يدور بيكم في كل في البلايص الكل وفي ظروف الطبيعة.
ما كانش الريحة والمزينة هكا. أو كل نهار وقسمه شاف. تعاونك هنا شوية؟ أنا هذا حاضر باش نمشي للفوق. أنا الفور متاعي سخنته. وأنا حتى الكريب الثانية متاعي حاضرة سيء. سخنته. أي سي هذه الكريب الثانية متاعنا. وأنا حطيت الدجاج متاعي تيب. السبنيخة أبارمون سافا سي بون. السبنيخة متاعنا فوالا. من غير ما تطفيو الغاز هذا باش نحيه دو كوتي وديريكتومون باش نحضروا الكارنيتير نتاع الدجاج نتاعنا اللي هو روز بشويه خضر هذا تاعنا نرجعوا نشوفوا وكومونسي باش نحط شويه زيت نحطوا الروز نتاعنا يتقلى نشترك على بصل ناخذ قرين فلفل اخضر شويه انا الكريب الحق نزيدو معاه قرايه فلفل احمر هذا الرز نتاعنا شايفه هذا الكارنيتور نتاع الدجاج نتاعنا شويه ملح شويه فلفل كالعاده تابل شوية كركم وشوية هريسة عربي للكل راسي خلطوا الكل مليح مليح خليه يتقلى شوية هذا بتجي كلي محرحر شوية بالفلفل نكتة 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 وبالبصل وهريسة عربي وكركم توزيزة خفيفة توزيزة خفيفة مقبولة يا تونس نقول لحنا نقوله توزيزة خفيفة من بعد خاطر العشاء متاعنا أبو فاد اليوم فهمتني بولي على كريم وكل شيء لازم فما توش متاع تحرحيرة على تونيزيان متاعنا نحنا عروبي شوية نقول هذا نعطيه الموي بون تاعو ونخليه هيتي هاكا صباع ونص 70 فوق النيفو نتاع الروز ونخليه هيتي حتى يكشني نشرب فوالا يعطيك الصحة توا نعملوا الكارنيتور نتاع الكريب الكاس نتاعنا بيان سور ونحضروا الكارنيتور نتاع الكريب ونعطيك اسمع الكريب الثالثة جيتك اللي عاملة هكا على جنب أكلي هكا مش مشكلة احنا باش نوريو هذو تتفاسون ما تقلقش حتى إذا كان جاتنا معوجة شوية ولا أن بو ديكالي احنا نبداو في الزوز هذوكم لين تحضر هذي لا باش نجبدكم كيما قاعدين تشوفوا ناقص جست القصان نتاعهم مع لي كوردون وكيما تشوفوا الكارنيتور نتاعنا حضرت انا توا والشيف منتصر باش نمشيو مع اسراء فواياج دونك باش نمشيو نعملوا دوره اون 4 فوا 4 وباش نخليو الشيف غاستون يطيب وحده مادام ما عاوناش في الشقان الفطر مش باش نعاونوه في الديسير دونك نمشيو فيسا فيسا شيف اوكي ساي كملت انا الفيديو جيست على الدريساج من بعد هذاك الدريساج عادك الفينيش نتاعك نقول احنا ايا مالا نمشيو فيسع فيسع ونرجعو